بس استاذ علي، انتم اهم كصحفيين اليوم وصوتكم واسماءكم، انه احنا اليوم ضروري نرفع الحذر عن ملاعبنا. نعم، فمثل ما ذكر الزميل روان انه ما نحب انه مصالح وهاي الامور. خلص، خل تجي السعوديه تجي بخطها الاول تتواجد ببغداد، وانتم جيتوا يعني ان كان بالاول او بالشباب او بغيره، وشفتوا اهل البصره شنو معاكم ومع كل الدول. فاحنا ايضا انتم اليوم لكم صوت، شفتوا غرب اسيا للشباب الجماهير، وشفتوا الامكانيه، وشفتوا خلاص العراق من حقه يلعب على ارضه. فايضا انتم لازم صوتكم اليوم معاي ومع روان ومع العراق، مع جمهور العراقي. صحيح، نعم نعم، هذا كلام لا شك فيه ولا ريب. مثل ما يقولون، احنا يمكن المملكه بشكل عام على الجانب الرياضي وعلى الجانب الاخر السياسي وغيره، في الفتره الاخيره صار يعني يمكن منتخب السعودي اول منتخب زار العراق بعد تقريبا فك الحظر السابق. صح، المنتخب السعودي، صح ولا لا؟ صح. ايضا المنتخب السعودي كان يريد تقام وكان يدعم بقوه اقامه البطوله في البصره، لكن الجميع يعلم ان كان الحديث عن ضيق الوقت وكذا، بطوله الخليج كانت تقام في البصره، وايضا انا كنت تواصلت مع الوزير الرياضه السعودي وايضا وزير الرياضه العراقي، كانت في امور يعني موضوع الاتحاد الدولي وليس علاقه بالاتحاد السعودي، ولذلك احنا ندعم. وامس لو تلاحظ يمكن حتى احد الزملاء كنت معاه جالس في السوق، سوق واقف طبعا هنا في الدوحه يعتبر ملتقى الرياضيين جميعا. تمام، اوكي طبعا. فكان يتكلم يقول الجميع لازم يقف مع العراق، وايضا سوى تغريده، يمكن تعرفون الزميل ابراهيم الفريان هو من اشهر العالمين الموجودين ومتابعين تقريبا بالملايين، وتكلم قال الكره العراقيه تحتاج ندعم رفع الحظر عن الكره العراقيه، وهذا الجميع. انا ودي ازور البصره، انا يعني من انا بالعكس، انا والله اتشرف، انا اللي جذور ترى من البصره او جذور من العراق. انت تجي للبصره واخذك يمي ببغداد، مو بس تجي للبصره باذن الله. انا الوالده الله يرحمها كان ابوها دائما يروح البصره، والبصره والعراق هذه موطن يعني موطن العرب، وهذا الكل يفخر ويتواجد فيه، بس تعرف الظروف لها حكام. احنا بالنسبه تمام. لنا الجميع يعني يتامل ان الكره العراقيه تعود على الساحه في كل الاصعده، سواء كملاعب كمنتخبات كهذا، لان نفخر فيكم جميعا. شكرا لك، شكرا لك استاذ علي.